احنا هاي المعلومات بعدين راح ينطوها لكم بال بالتشيست، انه البلورال فيوجن شنو علاماته، اوبليتريشن اوف ذا كوستال فرينك انجل من سكاساين وهكذا. زين نبقى باستخدامات الكونفنشنال اكس راي. طبعا احنا عندنا بالفراكتشر الاكس راي لها رول كلش كبير بالفراكتشر، مو صحيح؟ يعني خصوصا اللونج بون فراكتشر راديوس كذا، خلي ببالك انه اكو فراكتشرات ما تطلع بالاكس راي، لازم تستخدم السيتي سكان. يعني مثلا فراكتشر مال بيز اوف ذا سكال على سبيل المثال، فراكتشر مال بيلفيك بونز اسيتابيلوم، فراكتشر مال فيرتبرا على سبيل المثال، تمام؟ هذول يعني نحتاج مثلا سيتي سكان. انت ايش راح تتعامل ويا المريض اذا فراكتشر لونج بون واموره واضحه؟ اوكي اكس راي كلش كافي. اذا تخاف لا اكو هيدن فراكتشر ما طلع بالاكس راي، تحوله سيتي سكان، تمام؟ السيتي طلع لي كل الفراكتشر بكل انواعها. بس طبعا خلي ببالك السيتي مرات بها افيلابيلتي ما موجوده، مرات بها كوست مثلا، مرات بها راديشن اعلى من الاكس راي. فاذا الموضوع يعني فضل باكس راي خير وبركه، اذا ما فضل باكس راي كمل على سيتي سكان. يعني اكو فراكتشرات ما تطلع بالاكس راي. طبعا البون تيومر يعني الاكس راي كلش مهمه ما نستغني عنها، كل مريض عنده بون تيومرز مهما تسوي موداليتي رنين مفراس كذا لازم تبدي باكس راي. هذا مثال مال مالجننت بون تيومر، هذا ليتيك ليجن داخل البون، هذا ديستال اند اوف ذا فيمر، هذا الميتافيسس، هذا باثولوجيكال فراكتشر. طبعا المالجننت ليجن تكون البوردر مالته ال ديفايند، يعني زون اوف ترانزيشن يكون وايد، وليتيك ليجن ممكن يكون سكلوروتيك، ممكن ويا بيري اوستير رياكشن. عكس البي 9 بوني ليجن البوردر تكون سكلوروتيك، هذا الخط الابيض اسمه سكلوروتيك وال ديفايند. فهذا ليتيك ليجن بالديستال اند مال فيمر بالميتافيسس وال ديفايند ليتيك ليجن سكلوروتيك بوردر، انت تقول عليه بي 9 بون تيومر، شوف ايش يطلع بعدين. هذا الفراكتشر. احنا خلصنا اول موضوع اللي هو الاكس راي، راح نعبر على الموضوع الثاني اللي اسمه فلوروسكوب. الفلوروسكوب هو اكس راي بس كونتينيوس على شكل فيديو، يعني انا الاكس راي لقطه واخذها، شلون انت تاخذ صوره وتصور فيديو؟ بالضبط نفس الفكره، يعني الاشعه على الاكس راي لقطه وتاخذها، الفلورو لا، تنطي بالدقيقه 30 لقطه مثلا فيطلع لك على شكل فيديو كونتينيوس اكسبوجر. طبعا الراديشن اعلى بهوايه لان انت الاكسبوجر مستمر، يعني مثلا بالدقيقه تاخذ لك بده 30 لقطه، يعني كانه ماخذ 30 صوره اكس راي. بالمقابل الى انديكيشن غير الانديكيشن مال الاكس راي العاديه، اريد اشوفه شيء دايناميك، يعني اريد اشوفه بعيني على شكل فيديو. شنو استخدامات الفلوروسكوبي؟ ستدي اوف موفينج بودي ستراكشر، شغلات تتحرك، يعني باريوم اني اشرب المريض اشوف الماده وهي تمشي قدام عيني وتنزل وكذا على شكل فيديو. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال ايش عندنا هنا، يعني ممكن ياخذ 25 الى 30 ايمج بير سكند، يعني بالثانيه الواحده ياخذ لك 30 ايمج. يستخدموه جماعه الاورثوبيديك سيرجري، الجراحين عنده فراكتشر يريد يسوي له ريدكشن، فيباوع بعينه يسحب العظم ويرجعه وهو قدام عينه ده يحرك بالعظم وده يشوف بالشاشه، تمام، على السكرين، فيشوفه دايناميك. يريد ينطي انجكشن بمكان معين بالساكرو اليك جوينت بالفاسد جوينت مال فيرتبرا، النيدل قدام عينه يمشي والصوره قدامه وهو ده يشوف يعني وين دخل وين ثبت. جماعة الكاث مال هارت يردون يشوفون الشرايين مال القلب، يدخل كاث وينطي كونتراست ويباوع على الشريان، تدخل بالشريان المادة وين الاستينوسيس، يعني هذا على شكل فيديو فلوروسكوب. جماعة الجي اي تي اريد اسوي سولو، اريد اسوي ميل فولو ثرو وهكذا. انجكشن تو ذا ني، تريد تشوف النيدل وين يطب بيا مكان، بيركوتينيوس فيرتبروبلاستي، انجكشن تو ذا جوينت وهكذا. هاي كلها استخدامات للفلوروسكوبي. اذا انا من نحتاج شيء دايناميك هيسترو على سبيل المثال، يعني الافضل نسويها اندر فلوروسكوبك
كنترول على مدى اشوف الماده دخلت باليوتراس دخلت بالتيوب طلعت الرايت بلوك الليفت بلوك وهكذا. طبعا الى ادفانتج انه يعني اللو ريال تايم انتر اكشن، هذا اهم ادفانتج الى انه تشوف بعينك يعني ريال تايم انتر اكشن. Good visualization of bony structure مثل ما قلنا انه fracture ترجع injection تنطيها. Provide dynamic and functional information، تشوف بعينك الايزوفيغاس الاستومك الباولز وهكذا. Allow patient to see a live image of the body internal organs، يعني كلها حكينا. طبعا الى disadvantage انه بي radiation exposure اعلى من الاكس راي العاديه. Overlapping anatomy okay، يعني ممكن انه تكون ضمن الديسادفانتج. Limited by patient mobility، اذا المريض يتحرك اثناء الفحص يعني ممكن يأثر على الصورة. Poor soft tissue resolution، كل الاكس راي بكل انواعها هي poor soft tissue resolution، يعني انا بالاكس راي ما اقدر اميز soft tissue من soft tissue، كلها تطلع نفس البيان، بينما عندك الامر اي مثلا عند soft tissue resolution كلش عالي، اقدر اشوف مثلا هذا نيرف هذا مصل هذا كذا هذا باولز. سي تي سكان الى حد ما ايضا بسوفت شو ريزولوشن، بس الاكس راي والفلوروسكوب هو بور سوفت شو. طبعا يوز ايونايزنج راديشن. قلنا استخداماته بالجي اي تي باريوم انما، استخداماته باليوريناري يعني اني ادفع كونتراست باليوريناري بلادر واشوفها بعيني. استخداماته للفاسكولار اشوف ادفع كات واشوف هذا الارتري مثلا ما بيفلو الاليك اللي على الجهه اليمين. داخل العمليات فورم بادي ريموفال مثلا فورم بادي وتدخل انت بفلوروسكوب وتشوفه على سبيل المثال. الاي ار سي بي طبعا هم يستخدموه ضمن الفلوروسكوب كنترول، يدخل ويشوف البيلياري راديكلز وهكذا. تمام خلينا نشوف فيديو. This animation is brought to you by the made during a procedure called fluoroscopy. One reason your doctor may give you a fluoroscopy exam is to find out if you have certain diseases, such as problems in your digestive tract. A second reason your doctor may use fluoroscopy is to perform a procedure, such as a spinal tap. A third reason is to find, locate, and identify a foreign object in your body. There are several types of fluoroscopy machines. A fluoroscope may be fixed in place in a special shielded room. Or it may be a portable machine that can be moved to you if needed. A computed tomography or CT scan machine can also be used as a fluoroscope to see slices through the body as the images are taken. Before a fluoroscopy procedure, you may be given a contrast substance. It may be in a drink, a paste, a pill, or an injection. During the procedure, you will lie or stand on an X-ray table. An X-ray tube will be aimed at the body part to be examined. Then, an X-ray beam will pass through a part of the fluoroscope that shapes the beam to just the area of your body being studied. This helps reduce your exposure to X-rays. After the beam passes through your body, it will be converted into a video seen on a monitor screen. If you receive a contrast substance, it will make the structure stand out better on the screen. If you have any questions about fluoroscopy, talk to your doctor. Normal swallow tutorial. Here's what the swallowing looks like under X-ray fluoroscopy. And this is what it looks like from the inside using endoscopy. Note that during swallowing, the epiglottis is full. Thank you.
هذه صورة الباريوم. هنا أنا دايليتد تابرين. أي دايليتر يعني أكو ستريكتشر أو نورينج بالغاسترو إيزوفيجيال جانكشن هاي المنطقة سببت بروكسيمال دايليتيشن مال أني ما كنت أشوف الإيزوفيج أصله ما أشربه باريوم تمام. فالباريوم لونه أبيض شوفنا الدايليتيشن. هذا الهيسترو شرحنا عليه هاي التيوبات يعني نورمال نوت دايليتد تيوب هذا الفريسبل اللي يسموه هنا أنا دايليتد تيوبز نو فريسبل مثلا أكو أبستراكشن بيها هاي تفيدنا بالانفيرتيليتي كلش تفيدنا. هاي الاي في يو. اي في يو معناها كيدني يوريتر يورينري بلادر تمام. اني انطي ماده بالوريد والماده تفرزها الكلى يطلع البيلفيكاليسيال هذا والبيلفس وهنا اليوريتر واليوريتر دخل باليورينري بلادر واليورينري بلادر يعني انا قدرت اشوف طبعا هنا بالجديد بتطور العلم يعني قمنا نستخدم السيتي سكان وذ كونتراست بدل الاي في يو لان هنا انا الاي في يو مثلا على سبيل المثال شوفني البيلفس اليوريتر ولكن خارجهم ما اقدر اشوف يعني اذا عندي ماس بالكدني على سبيل المثال ما راح اشوفه اذا عندني اذر باثولوجي ما راح اشوفه فالسيتي سكان راح يجمع لك الادفانتج انه شوفنا التشو نفسه مال الكدني وشوفنا البيلفيكاليسيال سيستم واقدر اصور صوره ديلي ورا 10 دقائق والكونتراست داخل البيلفي كانه اي في يو يعني اجمع الاي في يو ويا السي تي سكان فحص واحد. توبك كلش مهم اسمه الماموغرافي. الماموغرافي ايضا اكس راي ضمن توبك الاكس راي. الماموغرافي dont look fun but they are save life يعني موضوع كلش مهم لحد هاي اللحظة الناس ما عندها وعي وثقافة بأهمية الماموغرافي والدليل على ذلك انه الماموغرافي لازم تنفحص سنويا كل وحدة عمرها فوق 45 سنة كل وحدة تعبر 45 بيها شيء او ما بيها شيء قسم يقولون 50 سنة قسم 45 لازم كل سنة تروح تفحص ماموغرافي واحنا على ارض الواقع ما حد يروح يفحص ماموغرافي يعني مرضى السي اي بريست غالبيتهم يجون بوقت متاخر كلش حبيبي لا قرب حتى نطلع هوايه لا نطلع قليل يلا بعد اي شغل الضوء اي فهنا الماموغرافي they are saving life ف لازم ينأخذ الموضوع سيريس لازم كل واحدة عمرها 50 أو 45 طبعا إذا أكو فاميلي هيستوري مال سي أي بريست عمر أو كتيبلش السكرينينج ماكو سكرينينج أنا شنو الفكرة بالماموغرافي أنا إذا كان عندي تيومر بقد هذا الحجم صغير أنا راح أشوفه بالماموغرافي إذا ما أسوي ماموغرافي أضطر أني أشوفه للتيومر بحجم كبير حيل إذا أنا شفت التيومر بحجم صغير أقدر أعالجه من وقت قبل ما يكون بي ميتاستاسيس وأنقذ حياة المريض إذا أنا شفت التيومر بحجم كبير راح يجي المريض بميتاستاسيس وأني ما راح أقدر أنقذ حياة المريض فإذا الماموغرافي سيفينج لايف هاي حفظوها بالكم ماموغرافي سيفينج لايف طبعا فحص تشيب رخيص مو صعب ممكن يكون available وممكن ينطي معلومات كلش مهمة وinformative يستخدم الاكس راي طبعا هاي معلومات ماموغرافي يشوف للماس when very small 2-3 years before you can't feel it اذا انا ما اسوي ماموغرافي يعني المريضة احنا نوصيها اسوي annual يعني العفو monthly exam للبريست مالتها من تدخل للحمام يفضل بعد المنس ورا ما تخلص المنسترول سايكل بايدها تسوي بالبيشن للبريست كامل يعني احنا البريست ماكو صوره بريست واحده تمام البريست المفروض المريض يسوي له بالبيشن تبدي مثلا ابر اوتر كوادرنت والموست كومن سايت مال مالجنسي تجي لللاترال انفيرير كوادرنت ميديا يعني تتلمس كل البريست مالتها اذا حست ماس طبعا هذا مو كلش علمي نوصي به بس هذا يعني انت الماس من تكون بالبابل وتحسها بايدك احنا متاخرين انا المفروض اسوي مامو انا اشوفها بسنتين الى 3 سنوات قبل ما ابدي احسها بايدي تمام
طبعا الماموغرافي هو جهاز مثل الاكس راي، التيوب يطلع اشعه وسكرين تستلم الاشعه، والبريست يقعد هنا، هذا البريست يقعد ما بين التيوب وما بين التستلم. طبعا اسوي له كومبريشن، صوره هوايه هنا، ميد لاترال، ميديو لاترال، اوبليك، كرانيو كودال، اكثر من بروجكشن. طبعا هاي كرانيو كودال من فوق لجوا، هاي الصوره مال كرانيو كودال، هاي الماس مثلا على سبيل المثال. هنا الميديو لاترال اوبليك طلع لي الابر اوتر كوادرنت اللي هو الموست كومن سايت مال الماليجنسي. هنا اني ادور على هذا الشيء اسمه مايكرو كالسيفيكيشنز، هاي النقاط البيض. طبعا احنا عندنا الدكتال كارسينوما الموست كومن تايب مال كارسينوما، يصير عندي مايكرو كالسيفيكيشن. اني الرول مال الماموغرافي الرئيسي ادور على دول المايكرو كالسيفيكيشن، تمام. في الماموغرافي فحص كلش مهم، الانديكيشن مالته انه المريضة تحس بين، تندرنس، سوالينج، نيبل ديسشارج، كالسيفيكيشن، طبعا ادور عن الماليجنسي. كونترا انديكيشن اذا عندي بريست امبلانت ما راح يطلع لي النتيجة، يعني المريضة زارع سيليكون مثلا او كذا ما راح اقدر اشوفها. نيبل ديسشارج، بالبابل ماس كلش كبيرة. طبعا انا شلون اتعامل ويا الباثولوجي مال البريست؟ أنا عندي أكثر من إيميجينج موداليتي أتعامل بيها. إذا كان العمر صغير لازم أسوي سونار، ما أسوي ماموغرافي. يعني إذا الأعمار عندي مثلاً عشرينات، ثلاثينات، 35، 40، لحد 45، الألترا ساوند هو الإيميجينج موداليتي اللي أبتدي بيه أفضل. كونترا إنديكيشن أسوي ماموغرافي بأعمار صغيرة، لأن هذا راديشن وممكن أسوي لي مالجنسي بالمستقبل. ولهذا اذا جتك مريضه صغيره بالعمر ما يصير تحولها ماموغرافي، تحولها التراساوند، تمام. الماموغرافي نبدي بيه ورا ال 45 سنه. عاده اني احتاج اكثر من موداليتي، يعني عاده السونار والمامو ما يفترقون واحده عن الثانيه، يعني كل مريض يسوي مامو لازم يسوي سونار، هو كومبلمنتري واحد للثاني. سكرينينج في الماموغرافي ريال تايم التراساوند، إذا دينس بريست، إذا البريست دينس عادة المامو ما ينطيني النتيجة، السونار يشتغل بالدينس بريست. دينس بريست عادة يصير بالأعمار الصغيرة اللي بعدها جلانديولار، بالأعمار الكبير يكون فاتية البريست في المامو، يعني هي ويا العمر، المامو بالعمر الكبير أفضل، أولا عمرها كبير، ثانيا البريست مالتها فاتية، العمر صغير البريست جلانديولار دينس هي أصلا ما راح تنطيك صورة، وثانيا ممكن تسوي لي مالجنسي بالمستقبل عند البيشنت، فأحاول أتجنبها. طبعا اذا لقيت باثولوجي وهذا الباثولوجي شكيت بيه مالجنسي راح يتطور الحال، ممكن انه اخذ بايوبسي، ممكن اسوي ام ار اي بالبريست، ممكن اسوي ديجيتال ماموغرافي، ممكن وهكذا. طبعا المريض المفروض يسوي سيلف اكزامينيشن يعني النفسه كل شهر، وطبعا قلنا انه السيلف ما يكفي لانه مرات ما يكتشف الا متاخر. الماموغرافي لازم اسوي بيز لاين بعمر الأربعين، اسوي لها بيز لاين على مدى المستقبل اقارن بها، ولازم اسوي انيوال يعني سنوي من 40 الى 49، او يقولون مرتين بالسنه او سنوي بعد ال50، هاي كلها حكيناها.